طيب عندنا افضل حارس في افريقيا، هل ده كلام مبالغ فيه؟ لا طبعا ده حقيقي. مش احنا ابدا ابدا اللي نستنى غلطه لنجوم الاهلي، للعيبه الاهلي اللي متالقين واللي جايبين بطولات عشان نقطع فيهم. مش احنا، مش الاهلي هو اللي يعمل كده خالص خالص. بعد الماتش كنا متعصبين كلنا، متضايقين من غلطه زي دي ان هي خسرت الاهلي نقطتين. بيحصل، بس خلينا ندي كل حاجه او نحط كل حاجه في حجمها الطبيعي. في غلطه حصلت، حصلت من الشناوي، مفيش مشكله. ممكن يكون المدير الفني غلط، ممكن يكون المدير الفني غلط في بدايه المباراه، ايا كان. رؤى مختلفه وكل واحد ليه رؤيته الفنيه، لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت لما الواحد بيهدى بعد الماتش يخلص كده بساعه ولا حاجه، بتفكر كده تشوف اللعيب اللي غلط ده تاريخه ايه؟ امكانياته ايه؟ شخصيته ايه؟ مش هتلاقي احسن من امكانيات وتاريخه شخصيه عند الشناوي، وقدرات فنيه غير طبيعيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. هل غلطه زي دي اللي الناس بتحاول تستغلها عشان تاثر على الشناوي اللي هو احد اهم لاعبي النادي الاهلي، فبالتالي يتاثر على النادي الاهلي بشكل عام، ممكن تاثر على شخصيه الشناوي؟ لا مش هتاثر على شخصيه الشناوي. انا عارف شخصيه الشناوي كويس جدا، وعارف ان هو عارف ان احنا ان هو غلط، بس في نفس الوقت شخصيته قويه، يقدر يعدي الغلطه اللي زي دي، متاكد مليون في الميه، متاكد مليون في الميه. فده حارس كبير، ليه مننا كل المسانده والدعم كاهلاويه. مش بتكلم على قناه الاهلي ولا بتكلم على اعلام اهلاوي، لا انا بتكلم على جمهور الاهلي بشكل كامل، ليك مننا كل المسانده والدعم وكل الثقه كمان فيه هو وزمايله وفي الجهاز الفني. ربنا ان شاء الله يكرمهم ويوفقهم ويجيبوا لنا افريقيا ويجيبوا لنا كمان الدوري ان شاء الله باذن الله تعالى.